لأن رمضان على الأبواب، بل طرق الأبواب، أهل الدنيا يستعدون، أهل الدنيا اليوم يستعدون، سواء بمسلسلاتهم، ببرامجهم، بملهياتهم. مسلسلات رمضانية تتجاوز 100 مسلسل كل سنة، أغلبها لا فائدة من ورائها، إن لم يكن فيها ضرر أصلاً. وللأسف حتى الأمور اللا أخلاقية يركز عليها من خلال مسلسلات رمضان، واختيار وجوه الحسان، ونوع من التعري، وقصص غرامية، بل كثرت في الآونة الأخيرة مسلسلات وبرامج هابطة تعتمد على الرقص والتمايل وهز الأبدان. كل هذا ينتج من أجل رمضان، ولولا أنهم يضمنون بيعه في رمضان ما أنتجوه. ما تدفع التلفزيونات إلا في رمضان، ومن لم يبع برنامجه في رمضان فهو خسران. للأسف رمضان بدل أن يكون شهر قرآن وعبادة وقيام ليل وليلة القدر والتماسها والاعتكاف، صار رمضان شهر المسلسلات والبرامج والتلفزيون. للأسف الأمور الهابطة، حتى الميسر يكثر في رمضان بشكل رهيب، فبرامج كلها قائمة على الرسائل النصية والدخول في السحب، وكله من أنواع الميسر. كل هذا موسمه الأكبر في شهر رمضان. إخوانكم في مشروع رياض الجنة في الجهة الأخرى أيضا يعملون من أجل رمضان، قد استعدوا بأخذ مواعيد من أشهر القراء في الكويت والسعودية. بعض أشهر القراء أعطونا موعد من الآن يزوروننا في رمضان لإحياء بعض الليالي. أهل الإيمان والطاعة، صح باقي شهرين ونصف، لكن يدعون الله من الآن أن يبلغهم رمضان. تجدهم دوما في صلاتهم: يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب اجعلنا من الذين يحيون رمضان صياما وقياما. القلب يشتاق، هو ينتظر رمضان على أحر من الجمر، يريد الاعتكاف، يشتهي قيام الليل، يحب الصيام والإفطار والدعاء عنده. ليالي رمضان بالنسبة له أحلى الليالي، فهو يستعد من الآن.